صبري، توقيت واجواء معسكر الامارات انا شايفها توقيت مثالي الحقيقه كولر يتعرف اكتر على مجموعه من اللاعبين اللي ما شافهمش خلال الفتره اللي فاتت بسبب تزاحم وتوالي المباريات. ده اولا. ثانيا، يقول لنا ان عندنا قطاع ناشئين نستطيع ان احنا نسند عليه خلال الفتره اللي جايه. صحيح، هي فرصه كويسه جدا. اولا الاجواء في الامارات بتكون كويسه، والمعسكرات بتكون دايما هناك يعني متوفر لها كل حاجه، توفر لها فرق كمان. صحيح، كولر هيشوف اللعيبه الشباب الصغيرين، وهيشوف اللعيبه اللي ما بتلعبش واللي ما خدتش فرصه من بدايه الموسم. صحيح، فرصه ان هو يتفرج عليهم كويس ويشوف ويرتب مين هيبقى معاه في الفتره الجايه، ممكن يجرب فكره جديده. يعني في استفادات كبيره جدا، بغض النظر عن النتيجه تكسب او تخسر الماتش الودي، الواحد ما بيبصش فيه لكده بيبص للاستفادات اللي هتيجي منه. انا كسبت لعيب، كسبت مجموعه ممكن تنفذ لي حاجه معينه، خطه او طريقه اللعيبه بدات تحفظها بشكل كويس. هي الماتشات دي بتبقى معموله عشان كده. المعسكر في وقت كويس جدا، في مكان كويس جدا، إن شاء الله نطلع منه بأكبر استفادة ممكنة يعني.